مشاهدي موقع شوف تي في، صباح الخير عليكم. رمضان مبارك سعيد. خبر مفرح لجميع المغاربه ان شاء الله، الله يزيد في الفرحه ديالنا. اليوم وزاره الصحه في البلاغ ديالها كتخبر الراي العام بجديد الحالات المصابه بفيروس كورونا لاول مره من اليوم الاول، انخفاض كبير وكبير جدا للفيروس بالبلاد. تم تسجيل فقط سبع حالات عكس ما كان متوقع في الحقيقه. نتكلم فقط على الاسبوع الماضي اللي كانت 120 125 اصابه، هبطنا ل 50 هبطنا ل 40 اصابه. اليوم سبع حالات في مدينه الدار البيضاء اللي محتله الرتبه الاولى في عدد الاصابات، سبعه، عند معنى واحد بان الامور بخير ولا خير، وغادي تكون ان شاء الله في واحد التوجه اللي غادي يفرح جميع المغاربه. إلا بقينا في هذا العدد سبعة، اللي أنا باقي مصدوم، سبع إصابات رغم هاد الحياة العادية اللي خارجين الناس. كيف كتشوفوا حنا كنتعمدوا الوقوف في المدارات المعروفة المتواجدة بمدينة الدار البيضاء، المعروفة بالاقتداد ديال السيارات بالساكنة. سبع حالات فقط هو عدد الإصابات اليوم على المستشفيات المغربية. العدد ما تزادش بزاف بحكم العدد القليل اللي تسجل اليوم، 7584 حالة إصابة بالمجموع، 202 حالة وفاة، يعني ما تسجلت شي حالة وفاة من البارح اليوم، الحمد لله ونشكروه. العدد ديال الشفاء اللي هو كبير 4969 حالة شفاء. نتكلموا ونتمعنوا مزيان في العدد رقم 7 أو الرقم 7، سبع إصابات رغم الاختلاط الكبير ديال الناس، رغم عدم احترام مسافة الأمان في الأسواق، سبع حالات رغم بعض الناس ما كيستعملوش الكمامة. نتمنوا يا ربي إلا بقينا في سبعة نهبطوا للسو خمسة حتى تكون صفر حالة في مدينة الدار البيضاء. وإلا سجلات مدينة الدار البيضاء صفر حالة فنقولوا على سلامتنا، باي باي كورونا. ولكن مازال الامور باقا ما تحسماتش، مازال اللعب ملعوب. الدار البيضاء كتحتل الرتبه الاولى دائما في عدد الاصابات، ولكن سبعه شيء مفرح غير ما تكونش وفيات. وهذا العدد نحسوا بانه بدا ينقص. مدينه مكناس، مدينه تطوان، هذا أسبوع بس سجلوا صفر حالة، الناس عايشين في واحد الطمأنينة، عايشين بدون خوف ولكن بالحذر وبالتعقيم وبالكمامات وبأخذ الأمور بجدية. رغم أن المدينة صفر حالة ولكن حتى شي واحد ما خاصو يتيح وما نفرحوش بزاف. سبع حالات هي كتفرح ولكن ما خاصهاش نفرح، حيت مازال الله يستر تقدر تخرج شي حاجه من الجيب كيف كنقولوا، يعني في بعض المصانع تولي شي بؤره جديده في مدينه الدار البيضاء وغادي يوليو فيها اصابات. ما نفرحوش بزاف، ناخذوا فقط الحيطه والحذر ديالنا، نعقموا راسنا ما نتيقوش، وان شاء الله غادي يكون خير. الله يفرحنا كاملين والله يسمعنا اخبار خير. صراحة أنا براسي باقي مصدوم، إني سبع حالات راه أول مرة من اليوم فاش دخلت فيروس كورونا، سبع حالات سجلات في الأسبوع الأول ديال فيروس كورونا. الأسبوع الأول فاش تسجلات أول حالة بيضاء حيث تشارك، داز أسبوع تسجلات، اليوم حنا رجعنا، يعني الأمور غادا في الانخفاض والانخفاض ملموس. كنا كنشوفوا امور ما كتمشاش بالخير في رمضان، تجمعات ناس خارجين، كنظن بان ما غاديش تكون واحد الفتره ديال التمديد ديال الحجر الصحي. المعطيات اللي كتحكم والارقام اللي كتحكم الامور غادا في تحسن، مسيطرين عليها. فالف تحيه وتحيه للجنود وزاره الصحه والاطباء المتواجدين داخل المستشفيات المغربيه اللي مضحين بالحياة ديالهم، ألف تحية ليهم، يعني هما اللي كان عندهم واحد الدور كبير.
كبير باش نحدوا من هذا الوباء باش ما يكونش انتشار، بالمشاركه مع السلطات المحليه ووزاره الداخليه.